بسم الله الرحمن الرحيم وأنواعه. ذلك أنا أو أقسام الإعراب غرز الشارع دو خبر كي يو تعين مرجع كوي أو دوام دفر السؤال لا. أنواعه رفع ونصب وجر. أنواعه كي هو زمير شاتر عجيبه مغربتا على كلك سنجة أنواع إعراب رفع نصب جر دين ودارن جزم هم دين ولي مصنف رفع نصب جر ذكر كلو جزم ذكر جواب داله چه مراد زمان دا معربنا اسم معرب ده او جزم خو اعراب ده چا ده فهم تاس قوش بي اي انواع اعراب الاسم یا تدا سوال دس ان قوله شه لکت دا انواع دا اعراب ده جامعه نشو خفل افراد ده دا جزم تره خارج جواب داله چه مراد دا اعراب نزمان اعراب ده اسم ده او جزم خو اعراب ده چا ده نفهم ده ثلاثتن سردف ده برسوال ده چه معنى دا انواعه مزا مزفر لئے مبتدا او رفعن و نسبن و جرن دا خبرش نو چه رفعن خبرش مولانا دا قل لازم شه حمل دا خاص پا عام او حمل دا خاص پا عام صحیح نوی زکا عام منحصر کی گی پا خاص کی حالان که عام خو منحصر پا خاص کی نوی ترال حیوان و انسانن حیوان خو یواز انسان نده نو جواب دا دے چه خبر محذوف دے خبر چه دے وأنواع الإعراب ثلاثة دري أو أحدها رفع وثانيها نصب وثالثها جر يا دوام كثلاثة نشي نبيا دشم ولا شيء جدل تمنغا عطف فربط مقدم منو عطف فربط دستا سوال بحالة ويشي ربط فعطف مقدم به تريد بوهي شو يسكي كنا عطف شي مقدم شي أنواع الإعراب رفع نصب جر دي وشي ربط مقدم كنو أنواع الإعراب رفع نصب دي جر دي داول کی منگا نغویو دا دلتا منگا عطف مقدم بولو پر ربط نربط مقدم پر عطف آنے هذه الاسماء السلاسة مختصة بالحركات والحروف العرابیت غرس لشعر پدی عبارت سر فرق ایک ما بین دا حركات عرابیو بناویو کی دا خبرتا اس طمق کی معلوم دا چی رفع نصف جر پا حركات عرابیو کی استعمالی گی زم فتح کسر پا حرکات بنائیو کی استعمالی گا زمتن فتحتن کسرتن مشترک بینہم آلے دی پویشی بیس لکن وی وی هذه الاسماء السلاسط دادری نمونہ چی رفع نصب جر دے مختصتن خاص کرشوی دی بالحرکات والحروف الاعرابیتی پا حرکات او حروف اعرابیو پوری ولا تطلقو او اطلاقی نکی علی الحرکات البنائیتی اصلا پا حرکات بنائیو بانی بالکل بخلاف الزمة والفتحة والكسرة فخلاف الزمة فتحة كسرة فإنها مستعملة دا مستعملية في الحركات البنائية غالبا في حركات بنائية غالبا في غالب أوقاتك وفي الحركات الإعرابية على تلة وفي حركات إعرابية سرد خلتنا هو شوي فرف علم الفاعلية قصرف شدا حركة كان أو حرفا غرز بشعر تعميم ده درف التعميم درف ده فالرفع بس رفع حركة كان او حرفا حركة يو كحرفي علم الفاعلية على ملن كيدلو ده شيء فاعل حقيقة او حكما برا حقيقة يو كحكما وي حقيقة وي او كحكما وي يو خو علم الفاعلية اي علامة كون الشيء علم خو بديرو مانو راجي ده غرسرتم علم وي جنديتم علم وي علاميتم علم وي ده كما معنى مراد ده ويعلمنا مراد علامة دا علمنا مراد سلا علامة دا علامة معنا مراد دا كون الشيء فاعلا ديك غرز دا شعري شعره دا دي خبرتا چدا يا تاپا كي مصدرية دا يا تاپا دي فاعلية كي سلا مصدرية دا مولانا يا تا مصدرية چي كمي كلمي پوري لاحق شي نو اغا اسم جامدنا مصدر جعلي دا كون محزوفة جوري مصدر جعلي دا كون محذوفا مصدر جعلي ده كوني محذوفا ذكر التوي كون الشيء فاعلا كون الشيء فاعلا ده كون الشيء ده شو معنى ده رياتا رياتا يعني نسبتيا ياتا مصدريا نو كون الشيء فاعلا ده كده ده شيء فاعل فاعل عام ده حقيقة وي ده علامة عامة ده حقيقة وي وكحكما وي حقيقة علامة ده فاعل هو اختار ده او حكما ليشمل الملحقات بالفاعل أيضا
هذا فرسوان ده لك زبطا توقع ما چه مرفوع بأيو فاعل بني مرفوع بأيو فاعل بني لك طول مرفوعات غير فاعلنا طول مرفوعات غير ده جواب رفع عمر حقيقة تنوي او كو حكما وي حقيقة زائر بي حكما هغدا چه فاغي كي خسلت فاعل موجود وي چه فاغي كي خسلت فاعل بسين دي يا مسند إليه پا كلام كي واقع شي زين ترازي خبرا او يا جو لساني دا كلام واقع شي يا مسند إليه پا كلام كي واقع شي او يا جو لساني مسند إليه لكا مبتدا او جو لساني لكا خبر او دا نور بي پاقية حتب تي اتو على مرفوعات پاقية حمد دي خبرا پوئي گئي يا مليانو آوازم نخي دي چه امسكري دي المبتدأ والخبر ليشمل الملحقات إذا فارج شامل شدارة ملحقات تا أغا ملحقات بالفارج فالفور ملحقات في أيضا مدارا كالمبتدأ لك المبتدأ شو والخبر وخبر شو وغيرهما أو غير ذين نور مرفوع والنصب ونصب حركة كان أو حرفا حركة أو كحرف نصب حركة أو كحرف علم المفعولية على ملك يدرد شيء مفعول لا ذيك يمر قيادة شيء مفعولية يا تا مصدر يدا یا تا مصدر یہ چکم کلمے پوری ملاحق شی اسم جامد نا مصدر جوڑی دا کونی محذوفا مصدر جوڑی دا کونی محذوفا نو علامت کون الشی مفعولا علامت کی دل دا شی مفعول حقیقتا او حکما برابر دا شی مفعول حقیقتا ملک مفاعل خمسا تکسی شی او حکما حقنی چی فضل واقعی شی او یا جنی سالس دا کلام دی فضل واقعی شی یا جنی سالس دا کلام لك حال استثناء تميز لك حال استثناء تقريبا حكما على امر فاعل والجر او الجر كده حركه كان او حرفا حركه لو كحرف علم الاضافه على امر اضافه لك اضافيه ولي ولي فاضافه في مخالفته كيا تا مصدريه اذا ترى نور الجواب ده شيء اضافه تخفل مصدر اضافه تخفل مصدر خ نو دا رفع او نصب علامه د ذات د فاعل نه ده بلکې د وصف د فاعل نه ګوره دا یا تا مصدریه په فاعلیت او مفعولیت کې راوړه ځکه چې دا رفع او نصب علامه د ذات د فاعل نه ده بلکې د وصف د فاعل نه وصف د فاعل بیا هم د فاعل حقیقتا یو په حکما مخکې تېر شو علامه الاضافه د علامه الاضافه ده علامه کون شی مضاف الیه علامه د کېدلو شی مضاف الیه مضاف الیه د فرض اعتراض د شرک متبادل د اضافه ته مضاف وینو مضاف ضرور نه جلالي مجرور جواب دار چې مراد اضافه ته مونږه مضاف الیه دی و اذا كانت الاضافه بنفسها مصدرا فخپل وینو مونږ ته ساجد دی او هر کله چې وي اضافه تخپل مصدر نو لم تحتج الى الحاق الياء المصدريه اليها محتاج نشوف او استكمل د الياء مصدريه اليها ديتا اليها د اضافه كما في الفاعليه والمفعوليه لك سنه يا مصدريه فاعليه ومفعوليه محتاج تاسو شوي یو وروره سوال دا دی چې رفع د فاعل ته ولې ورکړه نصب د مفعول ته ولې ورکړه او جر دې دا تقسیم دې داسې ولې وکړه بالعکس دې ولې ورکړه رفع به مفعول ته ورکړی وی جر به د فاعل ته ورکړی وی او رفع به دې او نصب به دې مضاف الیه ته ورکړی وی رد و بدل وانما اختص الرفع بالفاعل انما اختص الرفع بالفاعل خاص کړی شو رفع په فاعل پورې والنصب خاص کړی شو نصب بالمفعول بمفعول پورې والجر جر بالمضاف الیه مضاف الیه پورې لان الرفع شيء لك لأن الرفع ثقيل هيا وسيك يتكي من فرشيو ذكر رفع ثقيل ده والفاعل قليل أو فاعل قليل لأنه واحد لكم ذا فاعل دغراجينه لأنه واحد فأوتي الثقيل القليل وركلاش ثقيل شاتا قليل تا والنصب اورچ نصب خفيف خفيف والمفاعيل كثيره مفاعل شو بيرو بينز مفاعيل له دري ملحقات دي نو لانها خمسه فاوتي الخفيف الكثيره وركلش خفيف شي فتحه والكثيره ديرو تش مفاعيله ولم يبق للمضاف اليه علامه غير الجر يركلش باقي بات النشوى المضاف اليه لبارا علامه غير الجر نجوى الى علامه له وغرد ولا شو علامه شا الجر فهمتم؟ اسانه خبره لكم هر کله چې مصنف فارغ شو د تعریف د اعراب نه چار پاږي سره اخر د مورم مختلف کیدن اوس د عامل تعریف کوي العامل عامل لفظيا كان او معنويا بابر شامل لفظي او معنوي
معنوي هغه چې متلفظ وي او معنوي نه استغفر الله لفظي هغه چې تلفظ بکیږي او مدرک بالعقل وي او معنوي هغه ده چې مدرک بالعقل وي او تلفظ پنه کیږي عامل لفظي څه ته وایي چې مدرک بالعقل او تلفظ بکیږي او عامل معنوي چې مدرک بالعقل او تلفظ بي ما هغه شی ده به چې په سبب دغه يتقوم حاسبيږي اي يحصل عليك عامل ترى شبه قيام سنك يا قيام خزي روحك جواب ده لك تقومنا مراد حصول له ويجي الذكر ده ملزوم مراد كان لازم ما هغا شهده بهيجي بس رو داغي يتقوم حاشري المعنى المختزي للإعراب أغمانا شي تقاضات إعراب كي إعمانا من المعاني المعتبرة على المعتربي على المعربي أغمانا حاشري كي تمعاني ونا شي بيدر كيرا لي بمعرب باندي المقتزية دسي معنا شي أغا مقتزي ده بچا مختزی ده للإعرابي شغا شي شي نري فائدت مفعوليته إضافة ده فائدت تقاضا ده رفع كي مفعوليت تقاضا نصب كي أو إضافة تقاضا ده جر كي وس تفصيلي كي ففي جاء زيد وجاء زيد تركيب كي جاء عامل عامل له إذ به ذك فدي جاء سرى حصل حاصل شو إذا معنى الفاعلية معنى الفاعلية في زيد فزيد كي نفجوع إلى الرفع علامة لها وذر دولة شعر فرا علامة لها لشعر فرا فاعلية فرا وفي رأيت زيدا ورأيت زيدا كي رأيت عامل إذ به حصل معنى المفعولية حصل شو معنى مفعولية في زيدا فزيد كي فجوع إلى النسب وقدر وليس ونسب علامة علامة لها علامة لها لشال فارة مفعولية دفارة ومرات بزيد كي با عامل لذلك شبه في حاصل كي معنى رزافة فزيد كي فجوع إلى الجر علامة لها لشال فارة رزافة دفارة لها كي زمي زفة المفرد المنصرف إلى آخره هركلة فعلي غشد يراب ودعا من نوسي محل ذكر كي إعراب بچا جا داخلي يو مودا دا إعراب محلنا داشفارس دي و أصناف سودي نهدي داشفارس محلنا بان نعف اسم إعراب راجي إن شاء الله دا بيوه